السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسير من المجتمع مصطفى على صحابته الكرام وعلى آل بيته الأكرام المسلمين شرفا وبعد. إلى مسند أحمد قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، وكما قلنا أحمد بن طارق سفيان فهو سفيان بن عائشة. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري أميرهم في الحديث، عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول يا عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد: أشقكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به؟ أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: اللهم نعم. وهذا حديث إسناده صحيح عن شرط الشيخين، أخرجه عمر بن شبه في تاريخ المدينة، والبزار والنسائي في الكبرى، وأبو يعلى والطحاوي في طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه ابن سعد والبخاري ومسلم وعمر بن شبه وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى والبيهقي والبغوي في طريق الزهري من طرق عن الزهري به، وبعضهم يزيد فيه على بعض، وفي بعض النسخ عن ابن أبي يزيد عن أبيه، وفي بعض النسخ عن يزيد بن أبي زياد عن أبيه، والصواب بن أبي يزيد عن أبيه كما رجح بذلك أئمته، ويؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة والحميدي وابن ماجه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعلى والطحاوي والبيهقي من طريق الشافعي، خمستهم أبو عبد الرزاق وابن بكر والحميدي وزهير والشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي. وهذا حديث عظيم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنا أشهدكم بالله التي تقوم السماء والأرض به. وهذا أيضا لما يقول أشهدكم بالله جعل هنا التلازم، لا أشهدكم بالله يعني أشهدكم بالله الذي تعبدونه وحده ولا شريك له، الذي تعتقدون بأنه الخالق الرازق المدبر. قال: الذي تقوم السماء والأرض به، ولأن الله هو الفرد الصمد يصمد إليه الخلائق وأجمعون في حوائجه وهو المستغني عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسانكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فيما في الملك شيئا. قال: ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على ابكر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من الملك شيئا. والفقر وصف لذاته، والغنى وصف له ذاته. قال: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والارض به، اعلمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لنورث ما تركنا صدقة؟ قال: اللهم نعم. فناشدهم على أمر مهم، لأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت إلى أبي بكر وطلبت إرث أبيها، فقال لها واتفق الصحابة أجمعون على أن الحق معه، فقال لها: لا إرث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قلنا: لا، الله يقول لا لا طيب، قلنا بذلك تعالى. فقال: قد قال النبي ان لا نورث ما تركنا صدقه. قالوا: اللهم نعم. قالوا: اللهم نعم. واقروا بذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لان النبي قال: ما تركنا صدقه لا نورث. وكان الحق مع ابي بكر، واجتهدت فاطمه رضي الله عنها وارضاها، واخطات في اجتهادها، فلها أجر، والأجران كاملان لأبي بكر رضي الله عنه. وقال المصنف: حدثنا سفيان عن أبي يزيد عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلنا بهذا الإسناد عن أبي يزيد، وجاءت عن يزيد بن أبي زياد والصحيح عن أبي يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال البلد الفراش. أحد جاء برواية أخرى ولرعاية الحكم، ما
هذا حق خيار الإخطار تفعل شيخ المال أبو يزيد المكي والد عبيد الله فقال غير عنه مولدي عبيد الله ورد محمد الفقات وروى له أصحاب السنن على المسلم قال البصيري في مصباح الزجاجة على أسلام صاحب خيار الإخطار وأصل الحديث البخاري ومسلم وفي مسند أحمد عن أبي مسعود فعن أبي هريرة آسف وعن أبي مسعود أن النسائي الولد للفراش وللعالم الحجر وهذا أيضا حديث وأسماء أساسا أن الولد لا ينسب لأبيه إلا إذا كان بنكاح صحيح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر بن الخطاب الولد للفراش وللعالم الحجر هذا الحديث معناه أن النسب لا يثبت إلا بالنكاح لا بالسفاح ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني ولدت من نكاح لا من سفاح ولذلك لما جاء الأم أمية قال الولد للفراش وعلى الحجر البينة أو حد في ظهرك حتى تلاعنه وأيضا لما جاء عتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله سعد بن أبي وقاص أن عتبة قال له إنه ابني وكان قد وقع على أمك سمعة فقال عبد الله بن سمعة إنه من وليدة أبي وعلى فراشه فنظر النبي فوجد الشبه بعتبة ثم وجد الشبه بعتبة الولد بالفراش فيها مسألة الاستلحاق وهو إذا زنى رجل بامرأة ثم تاب وآبى ومن تمام توبته أراد أن يتزوجها شفعية يقولون يدخل عليها بماء وهذا أدين الله به وهذا الأصدر والأصح والأسد خلاف الجمهور وإلى الحاملة يقولون لا لا يدخل عليها ولا تزوجها إلا بعد التوبة ومرور العدة والصحيح أنه إذا ثبتت التوبة فإن من تمامها وكمالها أن يتزوجها وهذا الذي سعى إليه أبو بكر في واقعة وعمر في واقعة والشاب ما أراد فأراد أن يتزوجها فإن تزوجها وكانت حاملا هل الولد يلحق بي مع اننا تاكدنا انه من مائه ابن تيميه قال يلحق بي وابن تيميه قال ذلك استحسانا ونظرا للمقاصد وابن تيميه بارع جدا في النظر للمقاصد لكن الكلام هنا المقاصد لها دور وليس كل الدين مقاصد لذلك من يصبو الى التيسير دون الضابط الشرعي ذهب إلى التمييع ولم يصل ومن أراد أن يصل إلى التيسير وهذا لا يصل إليه إلا فقيه الحق فقيه كما قال الثوري الجميع يستطيعون التجديد والفقيه هو الذي يمثل ولكن الفقه له ضوابط وضوابطه منضبطة بأسس الشرع وقواعده العامة لذلك ابن تيمية استحسن ونظر إلى المقصد بالاستلحاق حتى لا يشرد الولد أو يكون هناك مفاسد لكن حقيقة الأمر نظر بعين واحدة ولو كان صحيحا لألحقه بعتبة ولكن النبي قال هو لك يا عبد سمعا واحتجبي عنه يا سودة وقال تصريحا الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن قال بالاستلحاق بوجود الماء فقد خالف النص الصريح الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد استحسن مع وجود التشريع فلنا أن نستدعي كلام الشافعي هنا على ابن تيمية ونقول له من استحسن فقد شرع ولا يستلحق والمسألة الثانية في هذا الباب هو ما قلته قبل ذلك أنا عندما سئلت عن امرأة في أسبوع حامل من غير زوجها فيعلم الله أنني كنت أموت من هذه الفتوى التي قلت تجعله الجامعة ويغذيه بمائه فيصب عليه ماءه فيؤثر فيه فيكون له أغلب ويكون الولد له من وجهين من النص والنظر أما من النص الولد للفراش وأما من النظر فإن ماءه هو الذي ينميه كما قال النبي أيغثوه بمائه
لقد أمنت أن أفعل به كذا وكذا، لكن الذين ضاقت أفقهم الفقهية لا يفهمون ذلك. والله ما قلت هذه الفتوى وعندي حديث ابن عباس، أقسم بالله ما أعرفه، ولكن الله أعطانيه بعدما قلت هذه الفتوى وأنا استخرت الله عليها وأرتجف وأريد معضدا، فجعلني الله جل وعلا أطلع على فعل ابن عباس أنه قال له في أمة من إمائه إنها زنت، قال أين هي؟ قالوا في المكان الفلاني، فذهب فجمعها، فقالوا ما تفعل يا ابن عباس؟ قال أنا حصن لها، مع أنه علم أنها زنت، قال أنا حصن لها. هذا فعل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أقرب ما يكون بالمقصد الذي يوافق لا يخالف وليس استحسانا، هذا على ضوابط الشرع الكلية. الولد للفراش والعاهل الحجر، الفائدة المستفادة لا اجتهاد مع النص. شوف الاجتهاد وروعة الاجتهاد. جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت إن مت من يرثك؟ قال أولادي. فقالت وأنا بنت رسول الله أريد إرث. ألزمته الحجة، لكن اجتهاد مع النص لا يقبل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.